بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. خلونا نكمل مع بعض النهارده محاضرات الدايجستيف سيستم، وناخد من الجلانس اسوشيتد للدايجستيف سيستم، هناخد الليفر. يا ترى احنا عايزين نعرف ايه في الليفر؟ معلومات بسيطه جدا وسهله وي اب تو بوينت، يعني مش هنكتر في الكلام. بعد الانترودكشن البسيطه هناخد الليفر كجلاند، هنعرف فيه يعني ايه استروما ويعني ايه برينكما، ومن البرينكما دي هنركز قوي على الهيباتوسايت والبلاد سينوسايت، وبعدين نقول كلمتين في الاورجانيزيشن اوف ذا ليفر. وبكده يبقى احنا خلصنا المحاضره. قد ايه هي سهله وبسيطه. في الانترودكشن هنتكلم عن السيركيوليشنز، دي السيستميك سيركيوليشن اللي احنا كلنا عارفينها، اللي فيها البلد بيجي من الارتري يروح الارتريول، الارتريول يفضل يصغر 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 لحد ما يتحول الى بلد كابيلاري. هذه البلد كابيلاري بتعمل ديفيوجن في التيشوز المختلفة، وبعدين يتجمع البلد مرة تانية في الفينس سايد اوف بلاد كابيلاري عشان يروح للفينيول، ومن الفينيول يوصل للسوبيريور او الرايت سايد اوف ذا هارت. دي بسميها السيستميك سيركيوليشن. لكن احيانا في بعض التيشوز او بعض الاورجانز انا ببقى محتاج انقل مواد معينه من مكان لمكان، ما ادخلهاش في السيستميك سيركيوليشن. فبعمل ايه او ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البلد بيجي من الارتري، صحيح، يروح للارتريول وبعدين يعمل بلد كابيل. البلد كابيل تتجمع مرة تانية في فين، هذا الفين بيشيل الكومبوننتس او الكومباوندز اللي اتكونت في الاورجان ده او في التيشو ده علشان يوديها للاورجان ده او للتيشو ده، فلازم يتخلق هنا بلد كابيلاريز جديدة. يبقى انا هاخد الكومباوندز اللي اتكونت في الاورجان ده عن طريق الفين ده اللي هيتحول مرة تانية للبلد كابيلاري، مختلف عن السيستميك سيركيوليشن، ويتجمع في فينيول، وبعدين الفينيول يتجمع في فين علشان ينتهي الى الرايت سايد اوف ذا هارت. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا تو بلاد كابيلاري سيتس، واحدة منهم في أورجان والتانية في أورجانتين، أو واحدة في مكان والتانية في مكانتين، بيربط بينهم بعض فين، بسميه البورتال فين، وبسمي السيركيوليشن دي بورتال سيركيوليشن. أحيانا الأرتري بتاعي برضو يدي بلاد كابيلاريز، هذه البلاد كابيلاريز ما تتجمعش في فين، تتجمع في أرتري تاني، وبعدين الأرتري التاني ده يعمل بلاد كابيلاري تانية، هذه البلاد كابيلاري التانية هي اللي تكون الفين اللي هيروح للرايت سايد اوف ذا هارت. دي بسميها باربو بورتال سيركيوليشن، لكن ما هياش فينس زي اللي فوق دي، اللي فوق دي كان الفين في النص اللي بسميه البورتال فين، لكن هنا هيبقى فيه ارتري في النص، هذا الارتري اللي بسميه الافرنت ارتري، لكن دي برضو هسميها بورتال سيركيوليشن. يبقى اللي فوق دي هي سيستميك سيركيوليشن زي ما اتفقنا، اللي تحت دي بورتال سيركيوليشن لكن دي فينس بورتال سيركيوليشن، واللي تحت دي هي الارتيريال بورتال سيركيوليشن. دي موجوده في الليفر وشفناها قبل كده في الادينو هايبوثيسيس في البيتيوتري جلاند، اللي هي الهايبوسلامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن، والنهارده بناخدها في الليبر كواحده من اهم البورتال سيركيوليشنز اللي موجوده في الجسم. طيب البلاد كابيلاري الاولانيه دي موجوده في الجي اي تي حوالين الاستومك والسمول انتستين. البلاد اللي بيطلع من المكانين دول من الجي اي تي هيروح لفين؟ هيروح للليفر. يبقى السكندري بلاد كابيلاري دي موجوده فين؟ في الليفر، وده اسمه ايه؟ اسمه البورتال فين او الهيباتيك بورتال فين. وبعدين البلاد يتجمع من الليفر ويروح للرايت سايد اوف ذا هارت. امال السيركيوليشن دي موجوده فين؟ دي موجوده في الكيدني اللي هناخدها لما ناخد اليورينري سيستم. هيجي البلاد يروح للجلوميرولس،
وبعدين يتجمع من الجلوميرولاس يروح للافرنت ارتري علشان يوصل للبري تيوبولار كابيلاري اللي هتنتهي برضو للرايت سايد اوف ذا هارت. يبقى دي البيزك سكيم اوف ذا هيباتيك بورتال سيركيوليشن. البلاد جاي منين؟ جاي من السبلانكنيك ارتري. رايح لفين؟ رايح للاستومك والانتستين. المفروض يتجمع في فين ويروح على طول على الانفيرو فينا كابل، لكن ده بيحصلش، لا بيتجمع ويتحول الى بورتال فين. هذا البورتال فين يوصل للليفر علشان يتحول مره تانية للبلاد كابيلاريز او بلاد ساينوسايتس. اهي هنا بلاد كابيلاري بنسميها سكند او سكندري بلاد كابيلاري او ليفر ساينوسايتس. هذه البلاد كابيلاريز بيتجمع البلاد مره تانية فينيول ينتهي بهيباتيك فين اللي هيروح للانفيريور فينا كابل. لكن السكيم دي جوه الكيدني، دي الارتري ادى الجلوميرولاس او البلاد كابيلاري دي اللي هتتجمع في ارتري تاني بسميه الافرنت ارتريول اللي هتنتهي بالبلاد كابيلاري اللي هي ارتريال سايد وفينال سايد بسميها بري تيوبولار كابيلاريز، تنتهي بالرينال فينا على الانفيريور فينا كاب. الليفر جلاند واكبر جلاند موجوده في الجسم، ذا لارجست انترنال اورجن موجود في الجسم. الوزن والطول والعرض والكلام الاناتومي ده سهل جدا، لكن احنا بنعتبره الانترفيس ما بين الدايجستيف سيستم وما بين البلاد. يعني ايه الانترفيس؟ الانترفيس اللي هو بيستقبل البلاد من الدايجستيف سيستم قبل ما يدخل في السيركيوليشن، دي معنى كلمه انترفيس. هو اكسوكراين ولا اندوكراين؟ لا، اكسوكراين واندوكراين. اوعى تقول ميكسد جلاند، لان كلمه ميكسد جلاند معناها ميوكس وسيرس جلاند، دي معنى كلمه ميكسد جلاند. يبقى الميكسد معناها ميوكس اند سيرس جلاند. اما الاندوكراين والاكسوكراين ما اقولش عليها ابدا ميكسد جلاند، اقول عليها اندوكراين اند اكسوكراين جلاند. اي جلاند في الدنيا بتتكون من حاجتين، استروما وبارينكما. الاستروما ليها 3 كلمات والبارينكما في الليفر ليها 3 كلمات. الاستروما عارفين ان هي بتتكون من كبسول وترابيكولي وريتيكولار نتورك. البرانكيما في الليفر برضو هي كمان هتتكون من 3 حاجات، هيباتوسايت بلاد سينوسايد وداكت سيستم. لو عرفت الثلاثه دول مع الثلاثه دول يبقى احنا كده خلصنا الهيستولوجي اوف ذا ليفر. الاستروما اللي بتتكون من الكبسول، شايف الكبسول بره اهي واضح لونها ابيض، عباره عن كونكتيف تيشو كبسول. طبعا الليفر كفرد باي سيروزا ولا ادفنتيشيا؟ لا طبعا واضح ان هو كفرد هنا بالسيروزا من ورا، ممكن لازق بادفنتيشيا لان هو مش موبايل. يبقى الكبسول كونكتيف تيشو كبسول بسميها جليسونز كبسول. بيطلع منها ترابيكولي عشان تقسم الليفر للوبس اند لوبيولز، لكن اللوبيوليشن باستثناء الرايت لوب والليفت لوب الاثنين في الهيومن موجودين، لكن اللوبيوليشن بعد كده ما هوش ديستينكت في الهيومن ليفر. الريتيكولار نتورك دي بتاعه من الاركيتكتشر بتاعت الليفر، يعني لما اشوف شكل الليفر من جوه الاقيه شكله منتظم. مين اللي بيعمل الانتظام ده؟ مين اللي بيعمل البلاد كاب البلاد ساينوسايدز والبايل داكتس والبورتال تراكس؟ هنعرفها بعد شويه، هي الريتيكولار نتورك. لما نيجي نتكلم عن البرانكيما احنا كده خلاص خلصنا الاستروما، نتكلم بقى عن البرانكيما. البرانكيما هنتكلم فيها عن 3 حاجات زي ما اتفقنا، الليفر سيل او الهيباتوسايتس، البلاد فيزلز او بنسميها الساينوسايتس، والبايل داكت او البايل داكت سيستم. الهيباتوسايت، لما نتكلم عن الهيباتوسايت، هي خليه نشيطه ولا خملانه؟ لا طبعا اتس فيري اكتيف سيل، لكن الفيري اكتيف سيل دي بتعمل ارانجمنت لنفسها حوالين البلاد ساينوسايتس، وكان هي دي نعتبرها مثلا بسين، نعتبرها جزء من بحيرات منتشره جوه الليفر، والسيلز بتاعتنا عامله زي الفلل اللي لازم تبقى مطله على البحر. يعني ما ينفعش خليه ما هياش كونتاكت مع الهيباتوسايت، علشان كده الاقيها دايما مرصوصه يا اما في صف يا اما في صفين، مرصوصه في صف او في صفين. الرصه دي بسميها ايه؟ بسميها كورتس. يبقى الخلايا بتاعتي ارانجد في كورتس او بليتس. من تو سيل او ممكن تكون وان سيل، تو سيلز. ليه تو سيلز؟ علشان انا عايز
المسافة اللي ما بين التوسيلز دي هوظفها بعد شوية في تصنيع البايل كاناليكيولاي. طب انا شايف التوسيلز من هنا، تم من لو انا شفت تي اس من تحت هلاقي برضو بيتكون من تو سيلز والبلاد ساينوسويدز، هنشوفها دلوقتي، والبلاد ساينوسويدز برضو ما بين التو روز اوف سيلز. البلاد ساينوسويدز زي ما انت شايف انكلوز بتوين كوردز، يعني موجوده ما بين الكوردز اللي متصنعه اساسا من الهيباتوسايت. يبقى احنا نقدر نقول الهيباتوسايت لازم تطل على البحر، او نقدر نقول ان البحر بيتسلل، او الجزر اللي مليانه بلاد دي، لان ده بلاد اورجان، يعني الليبر واحد من البلاد اورجانز زيه زي الاسبلين زي الكدني. البلاد بيتسلل ما بين الهيباتوسايت بحيث يبقى طول الوقت كونتاكت مع الهيباتوسايت. الاندوثيليوم بتاع البلاد ساينوسايتس موجود فيه كفر سيل، ودي هنعرفها بعد شويه لما نتكلم عن البلاد ساينوسايت بالتفصيل. الهيباتوسايت شكلها ايه؟ بتبقى بولهيدرال ان شيب، متعدده الجوانب او سداسيه الجوانب بالشكل ده، مكعب موجود فيها في النص نيوكليس. هذه النيوكليس بتبقى اكتيف نيوكليس، يبقى يوجوالي سنجل نيوكليس، لكن ممكن الاقيها باي نيوكليتد نيوكليس. يوكروماتيك، يعني ايه يوكروماتيك؟ يعني فيها اليوكروماتين اكتر من الهيتيروكروماتين. واضح طبعا هنا في السكشن بتاعنا ان النيوكليس بتاعتنا مليانه يوكروماتين، واللي في النص دي هي النيوكليولس. طبعا برومننت نيوكليولس وموجوده في الايه، في السنتر. ممكن الاقي فيها مايتوتيك فيجر. مايتوتيك فيجر يعني ايه؟ يعني انا اصطدت الخليه وهي بتنقسم. طب وهي الهيباتوسايت بتنقسم طبعا، ايه اللي بيخليها تنقسم؟ احتياج الليفر لانه يعوض الخلايا اللي حصل لها ديستراكشن. طب ليه الخلايا بتاعتنا حصل لها ديستراكشن؟ لسه قايل لكم شويه ده الانترفيس ما بين الدايجستيف سيستم وما بين البلاد، يعني هي لازم تستقبل كل البلاوي اللي احنا بناكلها مع الاكل بتاعنا، لازم تعدي الاول على الليفر ويخلصني منها. يعني علشان كده في خلايا بتدخل في معارك جامده جدا يحصل لها ديستراكشن. طب اعوضها منين؟ اعوضها من الستيم سيل. يا سيدي الليفر ما فيش فيه ستيم سيل. نو ستيم سيلز موجوده في نو ستيم سيل موجوده فين؟ في الليفر. علشان كده كان لازم الخلايا دي تفتكر تاريخها وتنقسم لما تحتاج تنقسم، وبالتالي انا ممكن اشوف ميتوتيك فيجر، يعني خلايا اصطادها وهي في مرحله الانقسام لما اجي احضر السكشن بتاعي، وابقاش مستغرب، ابقى عارف ان الخلايا دي بتنقسم بشكل طبيعي. علشان كده دايما اقول ان الليفر ده من الاورجنز اللي سهل جدا ان يجي فيها مالجنسي. ليه؟ لان الخلايا بتاعته اللي هي الانسيل دي بترجع تاني تفتكر عملية انقسام، فسهل قوي ان هي تدخل في السيل سايكل، وبالتالي من الحاجات اللي بي يعني الاتش سي سي الهيباتوسيلا كارسينوم من الحاجات اللي ريلاتيفلي كومن في عالم الكانسر. السيتوبلازم بتاعنا في اللايت مايكروسكوب، انا بتكلم عن لايت مايكروسكوب، بيبقى اسيدوفيليك زي ما انت شايف كده، معظمه اسيدوفيليك. ليه؟ علشان وجود السموث اندوبلازم كريتيكال. طب وانا محتاج السموث اندوبلازم كريتيكال من هنا تبقى اباندنت بالشكل ده ليه؟ علشان الهيباتوسايت من المين فانكشن بتاعتها ان هي تعمل ديتوكسيفيكيشن. اي دراج انا اخدته، اي دراج حتى لو بارنترال، يعني مش لازم ببقي، اي دراج انا اخدته، اي توكسينز انا تعرضت ليه، يعني هيعدي فين؟ هيحصل ديتوكسيفيكيشن فين؟ في الليفر، سواء كانت الماده دي انا محتاجها او مش محتاجها. لكن لو الجسم اتعرف عليها ان هي توكسين، على طول اول ما تعدي من الليفر لازم يحصل لها ديتوكسيفيكيشن. مين اللي بيعمل الديتوكسيفيكيشن جوه الخليه؟ السموث اندوبلازميك ريتيكولم. عشان كده بلاقيها اباندنت، وهي اللي بتخلي الخليه بتاعتي اسيدوفيليك، بالرغم ان انت بالمنطق المفروض تبقى بيزوفيليك. ليه؟ لان الخليه بتاعتي بتفرز لبروتينز كتير قوي، اهمها الالبومين، الفايبرينوجين، وبعدين البروثرومبين، والثلاثه طبعا انت عارف ان هم اباندنت وكتير في البلازما بروتين زي ما انت اخدت في الفسيولوجي. لكن نتيجه تخزين الجلايكوجين، ودي من ضمن الفانكشنز بتاعت الهيباتوسايت ان هي تخزن الجلايكوجين وتخزن شويه من الليبيدز، الاقي الخليه بتاعتي بي اي اس بوزيتيف، يعني بير اسيدك شيف رياكشن بوزيتيف، وبيستس كارمين
بوسطت برضو ليه؟ عشان الجلايكوجين جرانيولز اللي موجوده فيه، ودي لو انت فاكر من سنه اولى من الصبغات اللي بتصبغ الجلايكوجين جرانيولز. يبقى دي النيوكلياي زي ما احنا شايفين اهي، كل النيوكلياي دي بتبقى يوكروماتيك نيوكلياي والنيوكليولاي واضحه خالص. طب النيوكلياس دي ما فيش فيها نيوكليولس؟ لا ده مش معناه كده، ممكن السكشن عدى في المكان اللي ما فيش فيه نيوكليولس، لكن دي ممكن نقدر نعتبرها ميتوتيك فيجر، وبرده دي نقدر نعتبرها ميتوتيك فيجر، ودي كمان بس دي كفر سيل. لا دي كفر سيل ما هياش هيباتوسايت، يبقى الخلايا اللي قدامي دي ما هياش هيباتوسايت، دي كفر سيل، لكن ما فيش هنا ميتوتيك فيجر. انا مش شايف هنا ميتوتيك فيجر الا ربما يكون دي واحده من الميتوتيك فيجرز الخليه اللي قدامي دي، اما كل السيلز دي عباره عن كفر سيلز. يبقى احنا اتكلمنا عن النيوكليس واتكلمنا عن السيتوبلازم تقريبا واتكلمنا عن السيل ميمبرين، لكن لو بنشوف بالالكترومايكروسكوب هنأكد بس اللي احنا قلناه، النيوكليس بتاعتي ممكن تبقى نيوكليس ممكن يكون ليها 1 او 2 نيوكليولاي، وده وجود ال 2 نيوكليولاي معناه ان انا محتاج ريبوسومز بشكل ملح بشكل كبير، فبضطر اصنع الخليه، يعني بضطر تخلق جواها 2 نيوكليولاي علشان تو كفر النيد اوف ريبوسومز. وبالتالي هلاقي عندي اباندنت ار ار، ليه؟ لان بستخدمها في البروتين سينس ومعاها صديقها العزيز الجولجي ابريتس. طبعا الكلام ده كله بيحتاج انرجي، فبيبقى عندي نيومرس ميتوكوندريا والفري ريبوسومز، كل ده اللي احنا اخدناه في سنه اولى مرتبط بالبروتين سينس. لكن الاورجانيلز اللي مرتبطه بالستورج والميتابوليزم والديتوكسيفيكيشن، السموث اندوبلازميك ريتيكولم، اللايسوسومز، البريكسوسوم، الانترميديت فيلامنتس. وبعدين انا هخزن ايه؟ هخزن سيلينكلوجنز اللي هي الليبيد دروبليت والجلايكوجين جرانيولز. يبقى اذا بالالكتروميكروسكوب كل الشابتر بتاع السيتولوجي ترصه سوري يعني تقوله، لو هي ايتمز النيوميريت هتقول الحاجات دي كلها. طيب ده مرتبط بالبروتين سينس وده مرتبط بالستورج والميتابوليزم. السيل ممبرين في الهيباتوسايت مميز جدا، ليه؟ لان هو بيبقى بيختلف حسب مكانه. يعني ايه حسب مكانه؟ هي الهيباتوسايت دي كونتاكت مع هيباتوسايت اختها ولا كونتاكت مع بلاد سينوسويد؟ الناحيه اللي كونتاكت مع بلاد مع اختها بيبقى ليها شكل، واللي كونتاكت مع البلاد سينوسويد بيبقى ليها شكل تاني خالص. اللي كونتاكت مع اختها الاثنين مع بعض كده بيتعاونوا ويعملوا لي بلاد، بيعملوا لي بايل كاناليكولاس. يبقى البايل كاناليكولاس ايه هو؟ اللايننج ابيثيليوم اوف بايل كاناليكولاس الهيباتوسايت. يعني ملهاش لايننج ابيثيليوم كده لوحدها، لا ده مجرد الجدار او السيل ممبرين بتاع الهيباتوسايت يعمل انفاجينيشن الناحيه دي، وبتاع الخليه الثانيه يعمل انفاجينيشن الناحيه الثانيه، يتخلق هنا فراغ، هذا الفراغ بيستوعب البايل التو سيلز دول هيعملوا له سكريشن جواه، واسميها انا بايل كاناليكولاس. لكن ايه اللي بيميز السيل ممبرين عند البايل كاناليكولاي؟ موجود المايكروفيلاي. السيل ممبرين ناحيه البلاد سينوسويد، ما هي الناحيه دي هلاقي بقى بلاد سينوسويد. انا قلت لكم لازم الخليه تطل على البحر او على البحر من الدم، يعني اللي هو البلاد سينوسويد، ودي من الناحيه الثانيه عندها بلاد سينوسويد، وجايز من الناحيه دي يبقى في بلاد سينوسويد، وهي ناحيه البلاد سينوسويد برضو فيها مايكروفيلاي عشان تعمل ابسوربشن للحاجات اللي معديه في البلاد. لكن في بينها وبين البلاد سينوسويد فراغ او مسافه، هذه المسافه بسميها سبيس اوف تيسي، دي فراغ ما بين الهيباتوسايت وما بين البلاد سينوسويد. لو انا لاحظت هنا الاقي هنا جانكشن كومبلكس وهنا جانك كومبلكس، ليه؟ علشان البايل اللي اتكون هنا ما يحصلوش ليكج ما بين التو سيلز، لا هيطلع من هنا على دكت اكبر منها، دكت اكبر منها لحد ما يوصل للجول بلادر. المايكروفيلاي بتميز الهيباتوسايت سواء الناحيه دي او سواء
الناحيه، يبقى دي اهم ما يميز السيل ميمبرين. زي ما احنا شايفين دي الهيباتوسايت اللي لسه مكلمكم عليها من شويه، ودايما حريصه ان هي تكون كونتاكت مع البلاد، يبقى دي كونتاكت مع ايه؟ مع البلاد. يبقى ده بلاد ساينوسايد وده بلاد ساينوسايد. الناحيه دي الاقي هيباتوسايت كونتاكت مع البلاد ساينوسايد ده، والهيباتوسايت دي كونتاكت مع البلاد ساينوسايد ده. لكن لاحظ ما بين التو سيلز موجود البايل كاناليكولاس، كاناليكولاس اللي هتنتهي فين؟ في البايل داكتيول. يبقى دي اسمها ايه؟ بايل داكتيول، اللي هتتجمع وتديني البايل داكت، وفي النهايه خالص هتديني الكومن بايل داكت اللي هتفتح فيه الديودينم. ادي البلاد ساينوسايد، زي ما انت شايف البلاد جاي من البورتال فين رايح في اتجاه النص اللي موجود هنا اسمه سنترال فين، اللي هيروح لفين؟ اللي هيروح للهيباتيك فين، ومنه للرايت سايد اوف ذا هارت او للسيستميك سيركيوليشن. طيب نرجع تاني للسبيس اوف ديس. ايه بقى السبيس اوف ديس؟ السبيس اوف ديس ده فراغ، فراغ ما بين الاندوثيليوم، الاندوثيليوم طبعا لايننج الاندوثيليوم بتاع البلاد سينوسايد، وما بين الهيباتوسايت. موجود فيه ايه بقى السبيس اوف ديس؟ طبعا موجود فيه المايكروفيلاي بتاعت الهيباتوسايت، موجود فيه ريتيكولار فايبر عشان يعمل سبورت للبلاد سينوسايد، يبقى ضامن البلاد سينوسايد مفتوح طول الوقت، علشان البلاد بريشر هنا مش عالي، انا جاي من فين وعايزه يبقى ايه؟ وعايزه يفضل مفتوح طول الوقت، فبيبقى موجود في السبيس اللي حوالين البلاد سينوسايد ده، البلاد سينوسايد ريلاتيفلي كبير قوي، يبقى موجود ريتيكولار فايبرز، موجود فات ستورنج سيل بسميها ايه تو سيلز، سبورت البلاد سينوسايد من ناحيه، والناحيه الثانيه بتعمل ستورج للفيتامين اي، وبتعمل سكريشن للسيتوكاينز مهمه جدا علشان الديفنس ميكانيزم، وبرده الجروس فاكتورز اللي ممكن تكون بتساعد في عمليه السيل ديفيجن. الالماينيتد نيرف فايبرز مش عارفين لها فانكشن، لكن في سيلز ثانيه ليها سودوبوديا بنعتبرها واحده من النيتشرال كيلر سيل، ودي طبعا واحده من التي ليمفوسايت. عشان كده لما تتسيل ايه الفانكشن بتاعت السبيس اوف ديسي، سهل جدا تقول ان بريفنت الكولابس اوف بلاد سينوسايد عن طريق الريتيكولار فايبرز اللي موجوده فيه. انترميديت كومبارتمنت ما بين الهيباتوسايت وما بين البلاد سينوسايتس، علشان احط فيه الحاجات الاول قبل ما اعمل لها ابسوربشن او سكريشن. هيلب الميتابولايت اكستشينج، ادي السبيس اوف ديسي اللي موجود ما بين ايه؟ ما بين الهيباتوسايت الناحيه دي وما بين الاندوثيليوم بتاع البلاد سينوسايتس اللي موجود الناحيه الثانيه. في هنا ممر، هذا الممر موجود في ايه؟ موجود في ريتيكولار فايبر، موجود في ايتوسيل، موجود في دي الايتوسيل اللي لسه هحكي لكم عليها من شويه، وموجود في كمان ايه؟ موجود في المايكروفيلاي، هي المايكروفيلاي بتاعت الهيباتوسايت. ده السبيس اوف ديس، ودي مره ثانيه الهيباتوسايت بالشكل الثلاثي بتاعها زي ما انت شايف. بس انا عايز نصنع مع بعض البايل كاناليكولاس. يبقى البايل كاناليكولاس هنا صنعت ازاي؟ بانفاجينيشن في السيلمبرين الناحيه دي، وانفاجينيشن في السيلمبرين الناحيه دي. لكن علشان امنع الليكج فمحتاج ايه بقى؟ الجنكشن الكومبلكس بالشكل ده، ده الديسموسومز، ودي طبعا الزونيولا. بالظبط كده الزونيولا ايه؟ اوكلودنس. يبقى الزونيولا اوكلودنس هتقفل لي خالص المسافه ما بين التو سيلز، علشان تحرم البايل من انه يعمل ليكج ما بين التو سيلز. يبقى اذا البايل كانلوكيولاس بتتجمع، يبقى تحت، لو انت بقى تتخيلت ان في تحت 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 مجموعات من السيلز دي، يبقى البايل كانلوكيولاس ماشيه بالطول ده. لكن لو الاكشن ده كان كده، كان البايل كانلوكيولاس هتمشي كده. طبعا هي ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده بربندكولار اون اتش اذر، لكن في النهايه هتوصل للبايل كانلوكيولاي، للبايل داكتيولز. يبقى دي هيباتوسايت ما بين اتنين بلاد سينوسايتس، والفراغ اللي ما بين الهيباتوسايت دي والبلاد سينوسايت ده بسميه سبيس اوف ديس. والخلايا بتترص ما بين البلاد سينوسايت، شايف الخلايا دايما حريصه على ان كلها نصيطين، نصي على البحر ده ونصي على البحر ده، حاجه يعني اخر
منجح، وبعدين تيجي ما بين السيلز وبعضها تتخلق البايل كاناليكولا، دي الفات ستورنج سيلز اللي لسه حكي لكم، ودي الفايبر الريتيكولار فايبر ومعاها النيرف فايبرز اللي مش عارفين لها فانكشن لحد دلوقتي. ده ترتيب السيلز جوه الليفر. لو بنتكلم عن البلاد سينوسايدز لوحده كده بالتفصيل، بنقول ان هو دايليتد بلاد كابيلاري، درين فين؟ في السنترال فين، يعني هو جاي من البورتال فين كده ورايح في اتجاه السنترال فين. ديسكونتينوس فينستريتد اندوثيريو، في عندي هنا اتشينج لماكرو مولكيولز سبورتد بدريكت شيس من الريتيكولار فايبر لسه قايل لكم عليها، اللي هي موجوده في السبيس السبيس اوف ديس، كمان موجود فيها الفاجوسيتك سيل اللي بسميها الكارفر سيل. ادي البلاد سينوسويد، هي فوق وتحت، في كل مكان الاقي فيه بلاد سينوسويد، لكن شايف هنا تو بليت اوف سيلز بينهم بعض، اهو هنا تو بليت تو روز اوف سيلز موجود بينهم بعض البلاد سينوسويدز. اجي هنا من فوق وتحت الاقي فيه بلاد سينوسويد ما بين اللي فوق دي وما بين اللي تحتها وما بين دي وما بين دي، يبقى اذا العمليه ماشيه في اتجاه في الاتجاهين الاكس والواي. الكفر سيل، الكفر سيل احنا متفقين من السنه اللي فاتت ان هي واحده من المونونيوكلير فاجوسيتك سيلز، وقلنا ان دي منظمه دوليه منتشره في كل انحاء الجسم علشان بتشتغل بدل الانتربول وتجمع لي معلومات من كل الجسم. دي واحده منهم اللي هي اسمها ايه، اسمها الكفر سيل اللي موجوده في الليفر، وقلنا الدست سيل دي موجوده في اللنج، واللانجر هاند سيل موجوده في السكن، وهكذا في كل مكان الاقي فيه نوع من انواع المونونيوكلير فاجوسيتك سيستم علشان اعمل لها ديمونستريشن بلجأ للفيتالستين. يعني ايه فيتالستين؟ يعني ستين بحقنها للانيمال وهو عايش يقوم ياكلها الخلايا اللي بتعمل فاجوسيتوس، تاخد الستين دي جواها لادبح الانيمال واخد سيكشن في الاورجان واتفرج على السيلز اللي انا متوقع ان هي تكون موجودة، الاقيني فعلا قدرت اتفرج على الفاجوسيتك سيل. ايه الفانكشن بتاع الكفر سيل؟ احنا اهم فانكشن ما هيش مكتوبة هنا، اللي هي واحدة من المونونيوكلير فاجوسيتك سيستم اللي بتعمل حاجتين، فاجوسيتوز وانتجين بريزنتينج سيل. لكن ميتابولايز الايجد اريثروسايت، الاربسيز لما تعجز، عشان كده بيبقى البيلوروبين مصدره فين؟ مصدره من الليفر. دايجست الهيموجلوبين عشان يتحول في الاخر الى بليفردين وبيلوروبين والكلام اللي انتوا خدتوه في الفسيولوجي ده. بتعمل سكريت بروتين ريليتد للاميونولوجيكال بروسيس، لسه قايلين دلوقتي ان هي واحده من المونونيوكلير فاجوسيتك سيستم. البورتال اريا ده بنشوفها في الهيستولوجي وفي الباثولوجي. البورتال اريا عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات. هنا كده الاقي البورتال اريا، فيها ايه البورتال اريا دي او حته الكونكتيف تيشو دي اللي بالطول دي، الاقي فيها بايل داكتيول او بايل داكت، فيها بورتال فين برانش من البورتال فين يعني، وفيها برانش من الهيباتيك ارت. البورتال فين والهيباتيك ارت الاثنين بيفتحوا في البلاد سينوسويد، يعني ده كده فاتح كده وده فاتح كده، يبقى البلاد سينوسويد في اوكسجينيتد بلاد ولا نان اوكسجينيتد بلاد؟ لا، ميكشر ما بين البلاد اللي جاي من البورتال فين وما بين البلاد اللي جاي من الهيباتيك ارت، يعني البلاد سينوسويد ده بيغذي ولا بس فور انفلتريشن؟ لا، الاثنين بيحصل منه الانفلتريشن، بيحصل منه الفلتريشن، وبيحصل من خلاله التغذيه. يبقى البورتال اريا فيها ايه؟ فيها البايل داكت والبرانش من البورتال فين والبرانش من الهيباتيك ارت، لكن ده ما يمنعش ان فيها سام نيرفس مع شويه ليمفوسايت. ادي بورتال تراكت، ادي بورتال تراكت، بورتال تراكت، بورتال تراكت، والسنترال فين في النص، الهيباتوسايت زي ما انت شايف كده. الداكت سيستم، ايه المقصود بالداكت سيستم؟ الداكت سيستم بتاع الهباء بتاع البايل، البايل ده بيطلع من الهيباتوسايت بيوصل للاستومك، بيوصل للديودينام ازاي؟ عن طريق الداكت سيستم. الداكت سيستم بتاعي بيتكون من رقم واحد قلنا عليه البايل كاناليكولاي، وده ما بين كل اتنين هيباتوسايت. رقم اتنين بيوصل للبايل، هيطلع من البايل كاناليكولاي عشان يوصل للبايل داكتيولز او الهيرنج كانيلز، ومن هنا ببعت تحيه للزميل العزيز اللي كان كاتب لي ايه الفرق بين الهيرنج كانال والهيرنج باتس. طبعا السؤال سهل جدا. البايل داكت ودي تجميعه من البايل داكتيولز اللي موجوده في البورتال تراكت اللي هتتجمع في الهيباتيك داكت رايت وليفت،
كان تيبل كومان هيباتيك داكت، وبعدين السيستيك داكت اللي هتتحد مع البنكرياتيك داكت وتعمل الكومان باي داكت علشان تنتهي في السفنكتر اوف اودي. ده الداكت سيستم. بيهمني في الداكت سيستم اللايننج ابيثيليوم، ودي تحفظه من الكتاب. organization of the liver، يعني ايه organization of the liver؟ قبل ما نروح organization of the liver انا عايز اسالك ايه organization of faculty of medicine؟ ايه organization بتاع كليه الطب اللي انت فيه؟ طبعا اول ما اقول لك organization of كليه الطب، كليه الطب بتتكون من ايه؟ هتقول لي على طول من 7 سنين، 3 سنين اكاديما همش لازمه، 3 سنين طحن في الكلينيكال، وبعد اسف سنتين ونص اكاديمي ملهمش لازمه، سنتين ونص طحن في الكلينيكال، وبعدين سنتين تانيين MTS. يبقى دي الاورجنايزيشن اللي يهمك انت كطالب. لكن لو انا وجهت نفس السؤال للبالعميل قلت له ايه الاورجنايزيشن بتاع الكليه بتاعتكم، لو انا كده ضيف كده جاي من الجوده وبسال سياده العميد ايه الاورجنايزيشن بتاع كليه الطب، اول حاجه بيقول لي في عندي الاداره العليا، وبعدين في عندي ادارات مختلفه، وبعدين في عندي اماكن للتعليم، وفي عندي حاجات للدراسات العليا، وهكذا. يقدر يقسم لي تقسيمه ثانيه خالص غير تقسيمتك. لكن لو وجهت نفس السؤال لامين عام الكليه او مدير الكليه هيختلف تماما في الاجابه، بالرغم ان هي نفس الكليه في نفس السور بنفس الجغرافيا ونفس الوظيفة، لكن ده لرؤية وده لرؤية وده لرؤية في عملية التكوين بتاع المبنى ده او الادارة دي او المؤسسة دي. علشان كده الليفر برضو هو كمان الاورجنايزيشن بتاعه اختلف من وجهة نظر لوجهة نظر. في مجموعة شافته على ان هو مجرد كلاسيك ليفر لوب، يعني بيتكون من كلاسيك ليفر لوبيولز اللي هي بالشكل اللي احنا وصفينه من شوية، شكل سداسي موجود في النص، موجود السنترال فين. وفي ناس تانية قالت لا، ده احنا نقدر نقسمه كجلاند الى بورتال لوبيولز. وناس تالتة قالت لا، ده احنا نقسمه حسب البلاد سبلاي لليفر اسيناي، يبقى هو بيتكون من مجموعة من الليفر اسيناي. المؤيدين للفكرة الأولانية هي الناس بتوع الميكروسكوب اللي بتبصوا تحت الميكروسكوب، سواء كانوا هيستولوجي أو سواء كانوا باثولوجي. اللي مهتمين بالفكرة التانية دي الناس بتوع البطنة اللي يهمهم الليفر كجلاند، لكن الجراحين يحبوا يشوفوا الليفر من ناحية البلاد سبلاي. الكلاسيك هيباتيك ليبيول زي ما احنا شايفين بيبقى هيكزا جونال انشيب، يعني سداسي أو خماسي. في الكورنرز بلاقي ايه؟ بلاقي البورتال تراكتس، يبقى على الكورنرز بتاعت الهيكزاجونال ده بلاقي الايه؟ البورتال تراكت. وفي السنتر بلاقي السنترال فين، يبقى السنترال فين موجود فين؟ في النص، وعلى اطراف موجود البورتال تراكتس. زي ما انت شايف في السيستم ده او في الاورجنايزيشن ده الهيباتوسايت ارانجد في كوردز طالعه من السنترال فين واصله للبورتال تراكت، يبقى دي بنسميه الكلاسيك هيباتيك لوبيول. البورتال لوبيول اللي بيقسم الجلاند بتاعتي كما لو كانت اكسوكراين جلاند، ده الكلاسيك هيباتيك لوبيول اللي احنا بنشوفه تحت الميكروسكوب بالمنظر الجميل ده. لكن بتوع البطن قالوا لا، دي اكسوكراين جلاند، دي اي دي، دي بورتال تراكت. موجود فيها ايه؟ موجود فيها البايل داكت. يعني ايه موجود فيها البايل داكت؟ يعني كل البايل اللي حوالين التراكت دي هيصب في البايل داكت دي. يبقى اذا انا اقدر اقسمها لوبيولز بالشكل ده. طب انا احنا بتوع الهيستولوجي بتوع الباثولوجي مقسمين الليفر حسب الشكل ده لان بنشوفه تحت الميكروسكوب، انت هنا مقسمه حسب ايه؟ لا، ده imaginary line، في خط وهمي بيوصل ما بين الثلاث نقط دول. لكن مش الهدف الثلاث نقط دول، الهدف ان انا احط الثلاثه دول في النص، مش الثلاثه دول، لا، البايل داكت في النص، علشان السكريشنز بتمشي في الاتجاه ده. يبقى السكريشنز بتاعت الهيباتوسايت هتروح كده، ودي بتروح كده، وهتتجمع كلها في وده شيء منطقي بيني وبينك، يعني المنطقي ان البايل هنا بتاعت اللوبيول ده هتصب هنا، وبتاعت اللوبيول دي هتصب هنا، وبتاعت الكلاسيك هيباتيك لوبيول ده هتصب هنا. فانا اقدر الماس اوف سيلز دي اسميها ايه؟ اسميها بورتال لوبيول، لان البورتال تراكت في النص او البورتال
البايل دكت بتاعتي في النص اللي موجوده في البورتال تراكت، يبقى اسمي ده بورتال ايه؟ بورتال لوبيول. يبقى هو تريانجلر ان شيب، في النص الاقي البورتال تراكت وفي الاطراف الاقي اللي بقى السنترال فينز، يبقى ثلاثه سنترال فينز وفي في النص البورتال تراكت، يبقى باوند باي ايماجينال لاين. بيكونكت ثلاثه من السنترال فينز وفي النص الاقي موجود ايه في النص؟ موجود بورتال تراكت. اهي بورتال تراكت موجوده في السنتر. يبقى ليه بسميها البورتال فيو؟ امال ايه بقى الاورجنايزيشن بتاع الجراحين بتاع الليفر اسنس ده؟ هو حسب ايه؟ هو عايز يقول ايه في الليفر اسنس؟ عايز يقول ان في هنا برضه موجود هنا برانش من الهيباتيك ارت، وموجود هنا برانش من الهيباتيك ارت، موجود هنا برانش من البورتال فين، وموجود هنا برانش من البورتال فين. طيب يبقى اذا البلاد بيطلع من المكانين دول عشان ينتشر بالشكل ده، اكتر مكان في بلاد سبلاي فين؟ اكيد هيبقى الحته دي، الجزء ده. طب اقل مكان في بلاد سبلاي فين؟ هيبقى المكان ده. علشان كده لما يجي يحصل نيكروزيس، لما الليفر يتعرض لاستريس على المكان ده بيتعرض بيحصل له ديجنريشن قبل المكان ده. ليه؟ علشان البلاد هنا عالي او النيوتريشن هنا عاليه، لكن النيوتريشن هي تبدا تقل. فيبقى اذا انا اقدر اقسم الليفر دي الليفر ده الى اماكن او لوبيولز حسب البلاد سبلاي بتاعه. ازاي يعني؟ يعني اقول المكان ده الجزئيه دي الدايموند شيب دي هي اكتر مكان بيستقبل بلاد، وبالتالي اكتر مكان في نيوتريشن، لكن ده اقل منه وده اقل منه. يبقى ده جزء من الليفر بسميه ايه؟ بسميه الليفر اسينس. في الليفر اسينس ده في جزء بيستقبل نيوتريشن اعلى من اللي قبليه، واعلى كتير قوي قوي من اللي بعد اللي بعدي. وهنا في ليفر اسينس تاني، يبقى هو دايموند ان شيب، لكن البورتال بيو كان تريانجلر ان شيب. دايموند ان شيب على الاطراف موجود ايه؟ موجود السنترال فينز، ومن الناحيه دي موجود التو بورتال تراكتس. بيتميز بايه؟ بان انا اقدر اقسم الليفر الى 3 جريدز حسب النيتريشن و البلاد سبلاي بتاعها. يبقى هو دايموند ماس، طبعا ايماجينري لاين هو كمان. الاسنس از فورمد اوف بارتس اوف تو ادجيسنت كلاسيك هيباتيك لوبيول، يعني دي مع دي يعملوا لي الاسنس. ليه؟ لان في النص موجود الخط اللي بيوصل ما بين تو بورتال تراكتس. الترمينال برانش اوف ذا هيباتيك ارتري موجود فين؟ موجود في السنتر اللي هو بتاع البلاد سبلاي. طيب ايه الفانكشن اوف ذا ليفر؟ لا ما احنا حفظنا البارت الفانكشن اوف ذا ليفر واحنا ماشيين في المحاضره. بروتين سينس بيفرز القلب، بروثرومبين فايبرينوجين اللايبروتينز، بايل سكريشن، ودي مهمه للجي اي تي بالرغم ان هي اكسكريشن لكن لان محتاجه في الجي اي تي في عمليه الابسوربشن زي ما اخذنا في الفسيولوجي، علشان كده هسميها سكريشن. الميتابولايتس ستورج، بيعمل ستورج للكربوهيدراتس مينلي، وممكن يعمل ستورج للليبيدز، لكن حذر نفسك وحذر اللي حواليك من ان يحصل اوفر ستورج للليبيدز، لان ده هيبقى على حساب الفانكشن اوف ذا ليفر، وبالتالي الليفر فانكشن تيست ممكن تتغير معايا لو حصل ديبوزيشن جامد للدهون في الليفر. ليه ميتابوليك فانكشن؟ بيحول الليبيدز الى او الامينو اسيدز الى جلوكوز، لان في انزيمز مش موجوده غير في الليفر بتحول لي الليبيدز والامينو اسيدز الى جلوكوز. الديتوكسيفيكيشن اكيد اخدتوا الكلام في الكيمياء طبعا. الديتوكسيفيكيشن بتحول التوكسينز كلها او معظمها يعني بيحصلها في الليفر زي الكدني طبعا. الميولوجيكال فانكشن بتعمل سكريشن اميونوجلوبولين اي في البايل اللي علشان يحمي لي الجي اي تي. الجول بلادر، والجول بلادر مش مطلوب مننا فيها كتير قوي، لكن يعني تعالوا نشوف ان هي بتتكون من 3 لير زي اي هولو اورجان، موكوزا ماسكولوزا وسيروزا. ادي الهولو اورجان، الفراغ اللي جوه دي بسميه اليومن، ودي اللايننج ايبيثيليوم او دي الموكوزا اللي عامله اللي هايلي فولد دي بسميها الموكوزا، وبره بلاقي الماسكولوزا طبعا مفيش صب موكوزا، وبعدين في الاخر بلاقي السيروزا اللي هي بره دي. ايه الفانكشن بتاعتها؟ احنا عارفين الفانكشن بتاعت الجول بلادر ان هي تعمل ستورج للبايل ونستفاد منها لما نكون جراحين. يا رب تكون المحاضره مفيده، وان شاء الله نتابع في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.